مشاهدينا متابعينا الاعزاء احييكم ورحب بحضراتكم بتحيه الاسلام الخالده، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. لا زالت اشواطنا وياكم مستمره ضمن انطلاقاتنا في السباق التمهيدي الخامس للمفاريد، حيث نشاهد وياكم هذه التحديات الانطلاقات المتواصله مع انطلاقه شوطنا الخامس عشر للابكار المفاريد مسافة 2 كيلومترات. لحظات ونوافيكم بالمراكز المتقدمة. مقدمة الشوط ندى بشعار راشد بن سعيد بن صالح بالعرج الجربوعي المري، من يقدم لنا انطلاقة ندى. المركز الثاني القادمة الواصلة على المركز الثاني وصلت الشاهينية، محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري. المركز الثالث وصلت هامة، عبد الله حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي، من يقدم لنا انطلاقة هامة على المستوى الثالث، من غيرت إلى الثاني. المركز الرابع القادمة الظبي سعيد بن فهد بن سعيد القريسي، والقادمة والواصلة وصلت وتقدمت ربدة سالم بن زيد بن راشد بن انديله المري، من يقدم لنا انطلاقة ربدة. نعود وإياكم إلى الصدارة، إلى ندى على المقدمة، ندى على المركز الأول، راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري، من يقدم لنا انطلاقة ندى على الصدارة. وعلى هذا الانطلاق المتميز شعاري بالعرج على الصدارة وعلى المركز الأول ينطلق بهذا الانطلاق الصباحي الجميل، ولكن هامة على المركز الثاني تنطلق مع هذا الانطلاق المتميز. حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي، من يقدم لنا هامة، هامة على المركز الثاني، هامة. المركز الثالث القادمة الواصلة يا اخواني وصلت، وصلت بشعار بشريدة، ولكن نعود وياكم، نعود الى ربدة، نعود وعفوا ندى مع المقدمة ندى والقادمة الواصلة. يا هذا الوصول، اوه يا القادمة الشايبة بشعار العامري، ولكن ندى، ندى والشايبة، ندى 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 يا بالعرج، ولكن الشايبة 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 يا العامري، ندى والشايبة، ندى والشايبة، ولكن الشايبة عمار يا العامري عمار، من قدم لنا الشايبة؟ محمد بن حمد بن علي الحيفي العامري، تهانينا والنام موسى. المركز الثاني ندى، راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. المركز الثالث هامة، حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي. رابعا كان الدخول من نوعية عبد العزيز بن صالح بن حمد بشريدة العذبة. خامسا كان الدخول من الربدة سالم بن زيد بن راشد بن انديلة المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، شاهدنا وياكم من فاجأتنا عند الأمتار الأخيرة الشايبة بشعار محمد بن حمد بن علي الحيفي العامري، تهانينا والناموس لك يا العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. كما تشاهدون البطل الشايبة وتوقيتها الزمني 2:57.89 89 جزءا من الثانية، حلت في المركز الثاني من قدمت أداء تشكر عليه ندى، راشد بن سعيد بن صالح بالعرج المري. التوقيت الزمني 2:58.29 جزءا من الثانية. المركز الثالث حلت في المركز الثالث هامة بشعار حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي، 3 دقائق بدون أي ثواني، 33 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمن قدم لنا الشايبة، محمد بن حمد بن علي الحيفي العامري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين وحظا أوفر.